السلام عليكم. مين هنا؟ السلام عليكم. ايه ده؟ الحاج؟ الحمد لله على السلامة يا حاج. انت ايه اللي جابك بدري كده؟ في حاجة ولا ايه؟ لا يا حاج مفيش حاجة، ده انا مشيت بس نص يوم كده عشان النهاردة ماتش الأهلي والزمالك وكده واجهز له من بدري. ماتش؟ ماتش تاني؟ وأهلي وزمالك. على الله تكسبه بس. انت بتقول ايه يا وليه؟ سمعيني كده؟ ما بقولش حاجه، بقول يا رب تكسبوا. اه بحس. قوم يلا جهزي لي هدومي ودوري لي على ترنج ازرق عشان هتبقى لنا زرقاء النهارده عليهم، لو ما لقيتيش خليه ابيض بقى وخلاص. ايه ده؟ انت اللي جابك بدري يعني يا حاج؟ اوعى تكون اللي في بالي. انت هنا؟ الله يخرب بيتك. طب بصي بقى، انا بقى من بدايتها بقى قبل ما الماتش يبدا. الماتش هيبدا، هنقعد نتفرج عليه للاخر من غير تحفيل ولا غيره، وعايزك تستمتع كده بالفن والهندسه وتستمتع بالهزيمه. لعب وهندسه مره واحده؟ طب وده بأمارة ايه يا حاج؟ بأمارة ما انا واخد اتنين دوري منك كده ورا بعض، واخد منك كاس مصري كمان. يا دي الاتنين دوري اللي انتم مصدعيننا بيهم دول. انا فاهمك حاجة يا حاج، مش معنى ان انتوا كسبتونا فانتوا جامدين كده ولا حاجة، لا لا لا، ده احنا بس اللي في اسوأ حالاتنا، مش انتوا خدتوا مننا الكاس؟ ايوه. طيب ابقوا اعملوا فيه بليلة. بليلة؟ يا ابن الكال. خد يلا، مش هسيبك النهاردة، خد يلا. يا نهار اسود، اه يا مجانين، الواد وابوك جننوا، الكورة جننتهم خلاص، جننتهم. الحقني يا جدو، الحقني. يلا بس كيف يلا يا ميزة يا بيضربك فيها، بتجري ليه يا بتجري ليه؟ خد يلا خد يلا، مش هسيبك. هتروح فين؟ شوف شفت يا جدو، شفت عايز يضربه. اقف يلا يلا قدامك يلا فيها، انت عايز تضربه ليه؟ ها عايز تضربه ليه؟ عمل لك ايه بقى؟ ما عمال يا حاج يقول لي بليله ومش بليله، ينفع كده يعني؟ كل ده عشان قال لك بليله، مالها بليله؟ ما حلوه بليله، بتدفي. قول له قول له يا جدو اهي بتدفي، اهي بتدفي بتدفي بالخساره اللي هتاخدها مننا النهارده. طب انت شايف؟ طب انت شايف يا حاج؟ لا 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 يا باشا، ايه ايه شويه، ايه ده شويه لابوك اعصاب. جعفر اعملي عنابه، جعفر اعملي عنابه عشان اعصاب جوزك. حتى انت كمان يا حاج؟ ماشي خليكم كده كلكم، حفلوا لحد ما تاخدوا على عينكم في الاخر. خلينا نشوف الماتش ايه اللي هيحصل النهارده. الزمالك جوه قلبي، طبق بليل عشان يدفي. ده انت عيل قال لي ادب بقى، عايز تربى بقى. طب تعالى لي بقى، تعالى. يلا حلاوتي ولا بالابيض ده، شكلها تبقى ليله بيضه النهارده. يلا ها فاضل خمس دقايق والماتش يبدا. ايه سمعني كده؟ لا لا مش سامعك، علي كده الصوت اكتر، علي كده. ايه ايه بتقول ايه؟ يعني احنا لو كسبنا الكاس بتاع النهارده هيبقى معانا 12. طب على كده بقى بقول لك ايه، الزمالك لو كسبوا النهارده يبقى معاهم قد ايه؟ اربعه. يا دي ابديل، يا دي ابديل مستفز، يا مستفز يلا مستفز يلا. ايه ده؟ ايه ده في ايه يا حاج؟ هو انا كلمتك دلوقتي؟ انا مش قلت لك مش عاوز اسمع صوتك لحد ما الماتش يخلص؟ ما تتكلمش بقى. يوه طيب حاضر يا حاج، حاضر. ربنا يرزقنا كده بواحده قاضيه النهارده، بوم ونكسب. انت بتقول ايه يلا؟ ها بتقول ايه؟ ايه لا 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 ما بقولش حاجه، حاجه ما بقولش حاجه. بقول يلا الماتش بدا اهو، يلا بينا نتفرج بقى، يلا بينا. بس بس ايش ده؟ ايه خلاني اتفرج بقى بمزاج؟ خلاني اتفرج على الزمالك وهو بيخسر كده بمزاج. لا تمام تمام، اتحب اتحب كمان، اتحب عجبتك قوي. تمام خلينا بقى نتفرج على الماتش بقى ونشوف مين اللي هيدلع التاني بقى. خلينا نتفرج بقى. ها جاي اهي. ايوه ايوه ارفع يا علي معلول، الله عليك يا عباد، الله عليك. يا نهار اسود، يا نهار اسود. طب خلي بالكوا بقى عشان كده انتوا مش هتشوفوا عواد تاني خلاص كده، هي مره واحده بس. اصبروا بس اصبروا، انت لسه شفت حاجه؟ اتفرج بس على برونو صافي على اللي هيعمله فيكم النهارده، اتفرج بس اتفرج. اه برونو ده بالذات انا مطمن طول ما هو في الملعب. قعدتوا تقولوا برازيلي ومش برازيلي، ولا برازيلي ولا ده شكله من الشرقيه يلا. من الشرقيه؟ ماشي ماشي، انا عايزك بس تقعد تتريق كده، اقعدوا تتريقوا كده انتوا عليه كده، وتفرجوا على اللي من الشرقيه ده هيعمل فيكم ايه، اتفرج بس. ها ايوه ايوه، خش يا زيزو خش خش. ها ها حاسس حاسس، الله عليك الله عليك يا اكرم توفيق، رجوله عين رجوله في الملعب، عين رجوله. هيجي دلوقتي هيجي هيجي. المسلوسي في توقيت روعه، حط رجله معاه، ادي واحد تاني خطير خطير خطيره، وهوبا والهدف. يا نهار ابيض يا الله، وجول جول جول جول. اي بو مرقصه سامبا، برازيلي واسمر مرقصه سامبا. اي بو مرقصه سامبا، برازيلي واسمر مرقصه سامبا. اي بو خلاص بقى، ما كانش جون يعني بقى، خلاص بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا حاج؟ عشان انت عمال تحفل، انا عمال اقول لك من اول الماتش ما تحفلش، اصبر المره الجايه هديك قلمين دبل كده مع بعض، اصبر عليا اصبر. الزمالك قادم يلا، قادم الشوط الثاني قادم. بقول لك ايه يا حاجه؟ ما تقوم تعمل لنا اي حاجه نشربها كده. طب تحب اعمل لك ايه يا حاج؟ اعمل له طبق بليله يا جعفر عشان يدفيه. والله عجبتك قوي كده؟ الف لك ورقه، لا الف لك ورقه. ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ الله، وانا مال انا دلوقتي يا حاج؟ ده جده اللي قال. وانت يا جعفر عجبتك قوي مت من الضحك؟ طب تعالي بقى، تعالي. يا لهوي
الشوط الثاني هيبدا بقى من بدايتها اهو. مش عايز كلام, خلاني اتفرج بقى. عناية يا حبيبي سلام, انت تؤمر. اتفرج بقى, نتفرج بقى, نتفرج في هدوء. ايوه بلاش التعصب الكرو ده, خلينا كلنا ايه اخوه مع بعضينا نتفرج بقى. ايوه شوت شوت يا زيزو شوت, مستني ايه شوت زيزو زيزو هوبو يا حفيظ. حتى العرضة, حتى العرضة متفقين معاه, متفقين مع العرض. العرضة هيتفق معاه؟ عرضة ايه يا حاج اللي هيتفق معاه دي؟ انت اتجننت يا حاج. اتجننت يا جعفر, اتجننت. وخدي دي. يا دماغي, انت بتتشطر عليا انا بدل ما تروح تتشطر على اللعيبة اللي مش عارفة تلعب, دايما كده بتخسروا. الله الله الله, وقفشة نزل, قفشة نزل, هيدلعهم هيدلعهم. قفشة؟ الله يخرب بيته, الله يخرب بيته, ده بيجي منين ده؟ ايوه خش يا شريف, خش يا شريف, هي دي هي دي. الله عليك, الله. شايف الاسد يلا, اسد يلا, عواد واقف في الجون يلا. الله عليك, بيلعب بقى على المرتده يا رجاله, على المرتده يلا. لا 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 لا, حاسب حاسب, لا لا. وهنا ساسقط جوليا. اتفرج بقى على الضربه الحره دي, زيزو هيديها لك في المقص دلوقتي, هيخلي الشناوي بتاعك يقع في الارض. اتفرج جول رباعيه, وزيزو يا ترى هيرفع ولا هيشوط؟ شاط وخطيره جدا ولا الله عليك, الله عليك يا شناوي. اسد اسد يلا, اسد يا شناوي. صدها صدها ازاي ده؟ ايه ده؟ ده مش بني ادم. شايف شايف يا شناوي ولا اسد؟ اسد واقف في الجول, شد عليك بلح بيك يا ابن ربنا, حظ اوفر يلا المره القادمه. الله, حاضر الاسد, حاضر الاسد, اللهم لا حسد. اللي حرق يلا, اللي حرق المرحوم نازل. هو في ايه بقى؟ في ايه يا حاج؟ وانا ما قلتش البيت ده ولا ايه؟ طب لما نشوف, لما نشوف اللي زعلان عليه قوي ده هيعمل ايه؟ ايوه ايوه, خش خش يا شيكا خش. يا الدين الذين يا اكرم, ايه اكرم ده؟ ايه اكرم توفيق اللي معاكم ده؟ ده ولا كلمه كان عنده اصابه. الله الله, رجوله يا اكرم, رجوله. اسد اسد معانا في الملعب. ايوه ايوه, خش بقى يا امام عاشور, خش. هي دي هي دي. هو في ايه؟ الله عليك يا طاهر, الله. شوف رغم ان انا كنت متضايق من طاهر ده من المنتوشه اللي فاتت, بس بيجي قدام ماتش الزمالك بيخليني بعشقه. طب وبعدين بقى؟ حرام عليكم, هاتوا جول واحد, جول واحد على طول الضغط. الله يخرب بيوتكم. يا نهار اسود, ده الكوره جننت الراجل خالص, الكوره جننته. بقول لك ايه حد, اقوم اعمل لك شويه كركديه حتى يهدوا اعصابك شويه. تصدق انا غلطانه يا حاج, انا غلطانه. ياكش تخسروا. وبعدين وبعدين احنا نفضل نضيع كتير كده ولا ايه؟ ده احنا داخلين العديه 90. الله يخرب بيوتكم, جول واحد نتعادل. ايوه ايوه, هي دي هي دي. ايوه طه, يلا طه يلا, هاتوا كده. خطيره خطير 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 خطيره, هوب جول. الله الله عليك يا الله الله الله. الجول الثاني, الجول الثاني, وجول وجول. الله عليك, شفت الواد, شفت الواد بيلعب؟ نزل بس خمس دقايق, خمس دقايق كام جول على طول. انتوا بقالكم 90 دقيقه مش عارفين تجيبوا حتى جول واحد. جول ده ايه ده؟ طب على فكره بقى, الحكم ده مرتشي, احنا لنا ضربه جزاء ما خدناهاش. ضربه جزاء, ضربه جزاء يا حاج, انتوا ما دخلتوش ال 18. هيلعبها طويله وعاليه ويطلق الحكم. عمري ما احبه غير الاهلي, ولا في غيره يفرحني. ما خلاص بقى, انا بقى بطلت صداع بقى. ايه في ايه ده؟ انت ده حته كاس يعني سوبر عادي يعني. ما لو كانت بطوله كبيره بقى كنت عملته ايه؟ امال طبعا يا حاج, عندك حق, بس المشكله مش في كده يا حاج. انت عارف المبنى بتاع البطولات بتاع الاهلي, المتحف بتاعه اتملى خلاص, مش عارف مش لاقيين مكان, فيعملوا متحف جديد. بس المشكله برضو مش في المتحف الجديد, هنعوز بواب. ما تبعت لنا واحد من عندك يا حاج. داش, طب اقول لكم على نكته حلوه. بيقول لك مره واحد زملكاوي راح يسال على عربيه شوفير ليه افيو, راح صاحب المعرض قال له لا في برونو سافيو. دمك شربات والله العظيم يا حاج, وانا اقول ابنك جايب الشربات ده كله منين؟ صبرني يا رب صبرني. بيقول لك ايه بقى؟ اما بقى في الوقت اللي زي ده ما تهزريش مع واحد زملكاوي, عارفه ليه؟ ليه؟ عشان نفسيتهم بتبقى قفشه شويه. حلوه يا باسم والله. يا لهوي يا لهوي, بصوا بصوا بص الجو بدا يبقى ساقع ازاي. لا لا لا, الجو ده محتاج شويه بليله, محتاج شويه بليله. ايوه هو ده وقتهم هما, اربع اطباق بليله كده عشان يدفونا. يوه لا ده انتوا كده زودتوها بقى قوي, بقى زودتوها قوي, زودتوها قوي. ايه ايه في ايه حاج؟ اهدى اهدى يا حاج, في ايه؟ اهدى ها, وانت بليله ها, بليله يا حاجه. طيب يا باسم يا حبيبي, بقول لك ايه يا حاج, انا ماليش دعوه, انا ما بحبش الكوره اصلا. تعب يا باسم يا حبيبي, ابوك شكله متعصب وما بيحبش الروح الرياضيه, وانا ما بحبش اقعد مع الناس دي, اروح اكل بليله بقى. يا نهار اسود, ماما جدو انتوا رايحين فين؟ انتوا رايحين فين؟ ايه ده ايه ده حاج, اهدى اهدى, لا للتعصب الكروي, خلي عندك روح رياضيه. فين الروح الرياضيه؟ ماشي اجري اجري, هجيبك. هتروح مني فين؟ وانت بقى حلو بقى,
مش هسيبك غير لما تقلب زملكاوي يالا. ايه زملكاوي؟ وانت عارف ان ده مش هيحصل لحد اما اموت. طيب حلو قوي، خلينا بقى نشوف هتقولها ولا لا. تعالى لي خد يالا، خد يالا. يا داري يا عصوصي. انت على طول كده خسرين بكل حاجه. برازيلي واصفر برقص صمبا. ايه برازيلي واصفر برقص صمبا. حتى لو هي عرب تحتفل، حتى لو انت. طب تعالى بقى خد دي. برازيلي واصفر برقص صمبا. ايه الغم ده بقى؟ طب على فكره بقى دي فيها طرد دي، بس برضه برازيلي واصفر برقص صمبا.